هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، علي قالوا ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. صفصف تعالي افتح الباب يا صفصف. يا سلام عليك وعلى كسلك، انت قاعد جنب الباب يا حاتم ومكسل تقوم تفتح الباب، وكمان تنادي علي اجي من المطبخ عشان افتح الباب. وايه يعني لما تيجي من المطبخ هو في شقة تانية؟ يعني جاي من بنا. وانت يا اخي انت ما تقومش تفتح الباب ليه؟ مش فاضي. مش فاضي ليه؟ بتعمل ايه حضرتك؟ ولا حاجه، ما بعملش حاجه. صبرني يا رب صبرني. حاضر يا حاتم هفتح الباب. مين؟ حلا وائل شباب العماره. كل سنه وانتوا واحنا طيبين قوي زي ما احنا. والسنه اللي جايه احلى من النهارده وامبارحنا. كل سنه وحضرتك طيبه يا طنط صفص. بس النهارده مش عيد ميلادي على فكره. يمكن عيد ميلاد انا وانا ناسي. يا انت صفصف ازاي تنسي يوم زي ده؟ ايه ده، انت كنت بتلمينا كلنا ونحتفل بيه واحنا صغيرين. النهارده 20 نوفمبر. اوه يا الله، عيد الطفوله. فعلا النهارده عيد الطفوله. كل سنه وكل اطفالنا بخير. ايوه طبعا عيد الطفوله، اصله عيد ميلادي. بالمناسبة السعيدة دي يا أولاد، يشرفني أني أكلمكم عن ذكرياتي في الطفولة في يوم عيد الطفولة. لا 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 لا، بقولك إيه، يعني بلاش ذكريات دي، ذكريات يا حاتم، بلاش فضايح قدام الناس. أرجوك يا طنط صفصف، خلي أنكل حاتم يحكي لنا عن ذكرياته زمان، يكلمنا عن إبداعاته ومواهبه وهو طفل. مواهبه؟ مواهب إيه؟ ده كان بيجري ورا عربية الرش. لا مش الرش، عربية الكسح. كمان كمان كسح؟ أنا قلبي هيقف يا ناس، قلبي هيقف. يعني إيه كسح؟ إيه عربية الكسح دي يا أم؟ أنا هقول. عارف عارف لما المجاري بتضرب بيجيبوا عربية عشان تلف. بس 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 اكتم خالص، ولا كلمة ولا نفس ولا حرف. حضرتك قاعد كده وفارد نفسك قوي، ولا كأنك هتحكي عن إنجازات في حروب الموز. احنا عاوزين نحتفل بعيد الطفولة يا طنط صفصف، وعاوزين مساعدتك. عاوزين كمان نجمع أطفال العمارة وأطفال الشارع كله يعني، ونغني ونحتفل ونعمل مسابقات كمان. الله، أفكار جميلة قوي والله. طبعا أنا معاكم، وياريت الأباء والأمهات يكونوا معانا هم كمان. بس احنا كنا عاوزين المسابقات تكون بين الأطفال وبس. وده اللي هيحصل، بس احنا كمان لازم نقعد مع كل اب وكل ام، ولازم ناكد عليهم على اسس التربيه الصحيحه للاطفال. لازم نبعد عن العنف والتوبيخ والترهيب في التربيه. لازم كمان كل اب وكل ام لو اختلفوا واتخانقوا ما يكونش قدام الاطفال. دي فكره عظيمه جدا يا راجل. اه والله دي حلوه قوي. شايفه هي بتقول افكار عامله ازاي؟ بس لازم طنط صفصف تغني اغنيه حلوه من اللي تربينا عليها واحنا صغيرين. لا بقول لكم ايه، انا مش هغني لوحدي،
هنغني كلنا مع بعض. ايوه بالظبط، وانا كمان هغني بس لوحدي. اه طبعا لازم تغني لوحدك علشان صوتك حلو، يبقى كده الحفله باظت. دلوقتي بقى يا حبايبي الاطفال مع سباق الجري، والجايزه بلاي ستيشن. كل الاطفال تقف صف واحد علشان نبدا السباق. 1 2 3 ابداوا. عم تصفصف؟ نعم. في حاجه غريبه في السباق. ايه الحاجه الغريبه؟ بصي كويس للطفل الاولاني اللي بيجري بسرعه واللي لابس طاقيه ومغطي وشه، جسمه كبير قوي اكبر من بقيه الاطفال. ايوه فعلا. ايه ده، حاجه غريبه. نستنى لما السباق يخلص ونشوف مين ده. ايوه السباق خلص فعلا، والطفل الغريب ده هو اللي كسب. انا كسبت، انا عاوز البلاي ستيشن. تعال 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 هنا يا شاطر، تعال. ممكن تورينا وشك علشان صورك مع الجايزه؟ لا بلاش وش، الله يخليك، صوروني من قفايا. مين؟ حاتم. خبر اسمح يا دي الكسوف، هو انت دايما فضحني كده. ماليش دعوه صلصه، انا كسبت وعايز البلاي ستيشن بتاعي. ده انا هبلغ عنك دلوقتي، حسابي معاك في البيت يا حاتم. مش انت لسه بتقولي ما تضربوش الاولاد؟ هنصفصف. نعم يلا علشان فقره الاغاني هتبدا. يلا يلا كلنا مع بعض. كل سنة وانتو واحنا طيبين قوي زي ما احنا، والسنة اللي جاية احلى من النهاردة وامبارح. والسعادة اللي في ايدينا لبسة بسمة بملامحنا. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصوم. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، ده انت لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخل جيبك يا حلوة، أنا ناقصلي حاجات. شخل جيبك يا حلوة، أنا عيني عزومات. مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف. موسيقى والحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف تاليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.